صرح الصحفي التركي محمد تزكان بأن حكومة إردوغان تصدر الكمامات الجيدة إلى الخارج، بينما توزع كمامات رديئة على الشعب التركي عبر الصيدليات. قالت إحدى الصحف التركية إن تزكان اتهم الحكومة التركية بتصدير الكمامات الجيدة للخارج لأنها ستجني من ورائها المال، بينما توزع الكمامات الرديئة وغير المطابقة على الشعب التركي لأنه وفق تعبيره الشعب التركي لم يعد يساوي شيئاً. عبر خدمة سكايب من العاصمة البلجيكية بروكسل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الكاتب الصحفي حسين عمر. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بحضرتك. موجة الغضب من طريقة التعاطي مع حكومة إردوغان في أزمة كورونا الأخيرة، منشأها تقييم حقيقي لطريقة التعامل، ولا الأمر مرتبط ربما بعدم الرضا السياسي بشكل عام واستغلال هذه الأزمة؟ الحسين. يعني الحقيقة هو عدم رضا سياسي باستغلال هذه الأزمة من قبل أردوغان. الشعب التركي بدأ يدرك مدى متاجرة أردوغان به من خلال العديد من النواحي، وخاصة النواحي الاقتصادية وحتى هذه المرة الناحية الصحية. يعني يبدو بأن أردوغان يعتبر الشعب التركي شعب جاهل، مع يعني مع احترامي للشعب التركي، هكذا يبدو يرى أردوغان، لذلك يبيعه او يوزع عليه المواد الصحيه الغير صالحه، حتى يعني الكمامات الغير صالحه للوقايه والتي تنتجها شركات هي باقل ما يمكن انها لا يعني لديها معايير صحيه كامله، وترسل مساعدات، وليس فقط طبيعة، ترسل مساعدات إلى إسرائيل وأمريكا التي تستطيع شراء 500 يعني دولة مثل تركيا، لكن أردوغان يحاول أن يبرهن من خلال الإعلام وفي القيام بدعاية لنفسه بأننا دولتنا قوية أو اقتصادنا ما زال قويا، ونحن نرسل المساعدات إلى دولة مثل أمريكا وبقية الدول. هذه أصبحت حالة واضحة بالنسبة للشعب التركي. يعني اليوم قرأت بأحد الصحف التركية هناك تململ، وهناك حتى بينه وبين الصحة وزير الصحة التركي، الشعب التركي بدأ يختار وزير الصحة أو يرى في وزير الصحة أملا له حتى من أكثر من أردوغان، بالرغم أن أردوغان يحاول استثمار هذا الوباء، وهو كل يوم يجري بتصريح جديد منذ تقريبا بداية هذه الأزمة ليبقى في الواجهة، وليقول الشعب التركي بأنه مهتم بدرجة قصوى بموضوع هذا الوباء وبكم، لكن الشعب بدأ يدرك، وخاصة هناك سياسيين أتراك بدأوا بالحديث أو بدأوا يكشفون بواطن الأمور في السياسة الخارجية والداخلية لأردوغان أكثر من قبل، لأن الوضع لم يعد يحتمل الداخل التركي. الفقر بدأ يزداد كثيرا، هناك خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة. الليرة التركية تهاوت كثيرا. طيب أستاذ حسين، الحكومة التركية أخفقت في التعامل مع قرارات الحظر التي أرادت أن تدخلها حيز التنفيذ في غضون ساعات، والأمر انتهى بحالات تكدس ودهس ربما بين الأتراك في تجمعات ومناطق مزدحمة عدة أمام محال بيع السلع الغذائية وما إلى ذلك. الأمر انتهى بتقديم سليمان سويلو وزير الداخلية استقالته إقرارا منه بخطئه، رفضت من بعد ذلك. الحديث الآن من قبل الصحفي تزكان الذي يقول إن تركيا ربما تريد الترويج ببعض الآلات الدعائية عبر تقديم الكمامات الجيدة إلى الخارج، بينما تقدم للشعب التركي كمامات رديئة وغير مطابقة. إذا كانت هذه معايير سوء الأداء من جانب معارضي إردوغان، فمن أين يأتي أنصار إردوغان بالقول بأن الحكومة قدمت أداء مثالي في طريقة التعامل مع فيروس كورونا؟ يعني الحقيقة هناك يعني تأييد أعمى للسياسات أردوغان بالنسبة لمؤيديه، وخاصة المتشددين الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين والجهاديين بشكل عام داخل تركيا. تركيا الآن
ومنذ 15 عاما تقوم الحكومه حكومه العداله والتنميه بتنشئه جيل او بتغيير العصافير الثقافيه والاجتماعيه داخل المجتمع التركي الذي كان يتبنى المفاهيم العلمانيه بشكل كبير، لكنه بدا يتراجع ويبني ما تحدده على اساس ان اردوغان هو بمثابة الولي الفقيه. هنا يجب المقارنة حقيقة بين إيران وتركيا. هناك في إيران لديهم ولي فقيه دستوريا، ولكن في تركيا بدأ أردوغان يعني داعي إسلامي أو داعي إخواني، بدأ يظهر أو يظهر حاله كولي فقيه سني بالنسبة للمسلمين في تركيا وفي العالم. طيب التململ والضيق الذي أشرت إليه وبات يعتري نفوس كثير من الأتراك، على الأقل بحسب ما تشير وسائل إعلام عدة، منشأه سوء الأداء كما يراه قطاع واسع داخل الشعب التركي، ولا مرتبط بالأيديولوجية التي أصبحت أكثر وضوحا والتمترس في معسكر أيديولوجي واضح كما يريده إردوغان؟ أي المسارين هو الذي سوأ من منظر إردوغان؟ أعتقد الاثنين معا. هناك سوء إدارة كبير، الفساد الذي ظهر منذ عام 2009 وحتى هذه اللحظة، تسلط عائلة أردوغان أولاده وأصهاره بأمور الدولة والاقتصاد، كذلك الأمور الأيديولوجية، لأن أردوغان بدأ يسير الدولة التركية أو المجتمع التركي نحو إيديولوجية تشددية. هذه الإيديولوجية كانت غريبة على الشعب التركي منذ 100 عام تقريبا. لذلك التململ حصل من هذين النقطتين، وأعتقد من الأيام القادمة ستكون ملأى بمفاجآت بالنسبة لأردوغان، لأن شعبيته يتراجع كثيرا، وهناك شخصيات قوية جدا من داخل حزبه تركته، أو يمكن القول لم يبقى أي شخص. هناك 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 تصريح يتم تداوله هذا اليوم لرئيس وزرائه ووزير خارجيته السابق أحمد داود أوغلو، يشتكي أيضا من ما يفعله نظام الحكم في تركيا هذه الأونة وتحديدا أردوغان. شكرا جزيلا لك من بروكسل عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ حسين عمر، شكرا جزيلا لحضرتك.